هو كيفاش اختي توافقنا؟ هي كانت كتقرا، هو كان كيتعرض ليا وكيهددها، وهي كانت باقا صغيره مراهقه ما عارفاش، وكانت كتخاف ما كتقولش لينا، وكان كيهددها وداك الشيء تيقول لها خرج عليك وخرج على حياتك ونخرج على هادي وهادي وهادي. دابا السيده هي هذيك تفاهموا مع داك مع بعضياتهم، خافوا على ولدهم يدير شي حاجه. لا ما عمرها قالت لي كيهددني ولا يتلقى ليا فاش غادا نسيق الاخبار بلي راه كيتلقى ليا وداك الشيء، بغينا ندوي معاهم اتفقوا وجاو خطبوه. شده صحه هذاك الشيء اللي قلت. قلت انا هاد السيده، هاد السيده غادي يبقى بكم معدي عليها وغادي يخلي لي بنتي ضاحيه في يدي، ما عندكش غندير ليها وانا عدي غير هي والله واحد الدري. مشيت عندهم شي جوج المرات في الاول فاش يلاه غتجوج، راه مشيت عندهم شي جوج المرات. هذاك الشيء اللي درنا جابهم وجاو الناس خطبوها تفاهمنا، قلنا والله ما تجوج تستر ولا يخليها لي ضحيه في يدي ولا يولي يدير لها شي حاجه ولا قاتله ولا هذا الشيء اللي كيتسحب لي انا. عطيت الدريه عطيتها لي هي باقا صغيره على يد مو باه والناس وداك الشيء، درنا لها الخطبه داك الشيء اللي قسم الله، مشات تجوجت بيه بقات عايشه مع دارهم. المشكله دازت 15 يوم ولا داك الشيء، ديما كتشكى ديما هي ما كتبغيش تقول لي، كتخاف مني كتقول لي انت اللي باش نبان نقولش انا انت اللي بغيتيه ولا انت اللي قلتي لي ولا ما عمرك دويتي معايا عليه ولا. دابا مشات المشكل بقات مع دارهم عايشه وداك الشيء في الاخر ديالها، ولات كتجي عينها زرقاء دراعها زرق رجلها زرقاء، كنقول لها مالك؟ كتقول لي عاد طحتي ولا ضربتي شي حاجه ولا هذه. حتى الاخر فاش طلع لي الدم مزيان وهي تقول لي صافي ماما راه كيضربني ولا كيعنفني ولا ما كيجيش ولا كيبات ضيع، ولا ملي كيجي يقول لي ندير لك نفعل لك نترك لك، وهذيك الام ديالك اللي باغا تهددني لعاد المخزن ولا ذاك راه مذبحها راه مقتله راه ندير له، وانا ما عندي حتى واحد عندي غير ربي، وهاد الوليدات جوج وراه الله اللي غالب دعينا الله ياخذ فيها الحق وصافي. حقرنا بزاف بزاف. دابا المشكله اللي وقعت، دابا هي كانت كتعيش مع دارهم، دابا حيد فرق لي قال فرق من فرق بعدا قالوا والله ما يفرق لي، عندهم دار اخرى هي حدايا هنايا عطاوها ليها. باقين يلاه كيجمعوا في المعان مده 3 ايام، باقين يلاه كيجي في امي عنات هذه هذه هذه. ذاك النهار قال لي انت سيري خرجي الدراري للجرده بالاذن ديالو، هو قال لي سيري خرجيهم للجرده. هذا الشيء اللي قالت لي، هزت الدريه في الكروسه مشات للجرده، دابا في اخباري ما نعاود داتها للجرده مشات. ملي جات بغات تدخل هو عنده الساروت ما جاش، بقات بالك كتسنى فيه كتسنى فيه كتسنى فيه ما جاش، الا ما عندها الساروت ديال الدار. الدار يلاه طوال يوم يلاه سكنوا مده 3 ايام، يلاه فرقت على دارهم اول مره. مشيتي تديتي الساروت وديتي الموطور في مشيتي الله اعلم ماشي سوقنا فيه حنا، انا ما في راسي ما نعاود ما شفت والو. كتحصل عليه كتحصل عليه ماشي عاشي حاجه شلات الحاجات، كيمشي كيمشي مع الدريات كيمشي يضيع كيتحشش كيتقلق وكيدير جميع المسائل. النهار اللي خاضها وجات مو با انا ما كنعرفاش كيدير هادشي نهائيا. ما قلنا دري مع دريه نلاقيهم يولدوا وليدات الله يعاون العونات، ماشي قلت انا زعما انا عارفه كيكمل كارو صافي ما عارفاش كيدير هذاك الشيء الاخر. ايوا المهم هي هذيك اختي ملي جابوا لي الدراري ملي مشات دخلت ما كاينش، راه غنتسنى غيجي يدينا. بقات قدام باب جاباها عندو الحانوت، جا قصد حانوت وجا قال ليها نوضي دخلي تنعسي اش بالك ديري هنا؟ قالت لي ودي راه كنتسنى غادي يجي. تسنينا 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 صافي، ويقول لها با نوضي دخلي فرشي ونعسي ونعسي ولادك اش غتبقاي بالك في البرد. دخلت فرشت نعست هي وليداتها نعسنا كاملين. الصباح فاقت قالت لي ماما راه غنمشي ربما يجيك ولا طاريه لي شي حاجه. ملي خرجت تسيري دات واحد الميكه ديال اللحم مهم باش طيب لولادها وداك الشيء. عندي شي ثلاجه كندير تبقى يلاه سكنوا مع عندهم معان مع عندهم والو، قلت لها خذي ميكه ديال اللحم طيبي لولادك وتغدي وداك الشيء والله يعاوننا. ما في راسي انا لا حتى حاجه. ملي مشات دقت عليه غوتت شحال وهي كتغوت حل عليها ودخل عند بنعس. هذا الشيء اللي قالت لي هي، على ما قالت لي هي مع جوج ونص ثلاثه بحال هكا جابوا لي الدريه الصغيره شي دراري صغار من عائلته، هو صيفط معاهم الدريه الصغيره وداها لدارهم ضرابها وصورت عليها الساروت ودا الدريه لدارهم ومشى. وملي الدريه بكات عند بالزوله صيفطها صيفطها مع الدراري ليا هي. صيفطها مو صيفطها مو هو ما كاينش هو ما عندهمش. صيفطها مو ملي بكات ليا الدريه قالت لي ديوها لامها ترضعها. ملي جابوا هما الدريه لامها لقاو الباب مسورت، جاو عندي انا هنا حيت كيعرفوني دراري صغار، غوته وخرجت ليهم قلت ليه مالك؟ قال لي راه الدريه اعطيها الساره راه الباب مسدود. قلت لي كيفاش؟ قال لي الباب مسدود. قلت انا هذا اللي سادين عليه ساد الباب كون راه تعنف معاها، قال لا ما تخرجيش ولا انا غنسد عليك ولا ما في راسي حتى شي حاجه. انا شديت الدريه، الدراري مشاو في حالياتهم، شديت الدريه درتها في ظهري انا مهرسه، عندي السكر وعندي السكر واعر كندير لها انسولين كنداوي على شلات الحوايج ماشي حاجه ولا جوج ولا المهم الغالب الله هادشي ديال الله الحمد لله. انا ما المهم هزيت العكاز وركبت الدريه في ظهري ومعايا واحد جارتي كلا كرسيه ليا في ظهري مزيان. مشينا كندق غوت الغوته الاولى ما سمعتنيش، قال طايحه مزيزنا راه قتلها بالعصا وسد عليها الباب ودا الدريه وخلاها مزيزنا طايحه بوحدها. قال فكاك لمني فكت من الجيران تقولي شرجر محلول وتقولي باب محلول. كما في راسي ما نعاود ديك الطله اللي سمعت العيطه، قالت لي كنسمع ديك العيطه بعيده. ملي عيطت انا ساره ساره خرجت لي طلت عليا قالت لي نعم ماما، وهي تقول لي
راه شوفي صالح اش داير ليا، العين مدلي هنا محطوطه فوق الخد، وهذا الشيء زرق ما شت والو، وانا شت عزروقه وشويه من هنا وشت العين طايحه. الله ينجينا ونجيك، وتيقولي الله اعلم، وانا على تقليدي ضرب بيني وبين العمى الظلمه مع السكر طلع ليا في البلاصه، كنت نطيح انا في الباب والدريه في ظهري. قالت له من فك لمن يهزك من الزرقاء خاوي السفر. وكاك ربي غامرت يا اختي ديك ضرب ضرب ديك الظلمه بيني وبينها ما بقاتش كتبان ليا. قالت لي هاتي شوفي ما دار ليا صالح، سيري جيبي ديك الجدرميه، راه مسورت عليا راه قاتلني. دار الله ربي وراني الطريق ديال الجدرميه، انا راه تلفت وطلع ليا السكر ما بقيتش عاقله على راسي شنو كدير. العكاز جي ورجلي في جيلك وشتيني في ديك الحالات كيف الدموع. هبطت على الجدرميه دقيت دخلت بديت كنعاود ليك. هما دابا كيسحبوا غير مناقشه عاديه، ما كيسحبوش هذاك الشيء كامل. المهم هي هذيك دويت معاهم، ملي مشاو الدراري دوك الصغار وتلاقى بهم هذا راجلها، قال ليهم في كتو، قالوا لي دينا الدريه لعند ماماها. عرفني انا غادا، عرفني انا هي غادا تقول لي ها دابا خافنا. دابا هي هذيك ملي رجعوا عنده قال ضربهم، قال لهم علاش ديتوا الدريه عندي انا؟ راه امها غادا تشد تشوف هذيك الحاله فيها بنتها وغادا تدعيني ولا دير لي شي حاجه، ما غاتجيش عادي غادي صورت عليها وتبقى تما ولا يقتلها ولا نعين من الله اشنو ناوي هو. ودابا المشكله اللي بقات فيا انا هي فيها كيهددوا كيقول لها شتي غنقتل لك انتي امك، شتي امك قد ما بقيت كندبحها، وانا اش بيني وبينه؟ واش من عار دايره فيه؟ واش من علاقه؟ ما عندي معاه علاقه. كيجي عندي ما كنجي عنده، لا جا الولاد ولا كانت مرته هنا حدوا الباب. ما عمرني بغيتو لبنتي، ونقولها ونعاود نقولها ما عمرني عرفت ولا بغيتو لبنتي. انا ما كنتش باغا بنتي كاع تجوج ولا تاخذ شي واحد غادي يدير لي هذا الحال، انا عندي غير وحده. قلت انا هي العوينه باش كنشوف تخدم تقرا ما تقراش تخدم في شي حاجه اخرى، داكشي اللي جاب الله. ملي كتب الله وكتاب مكتب قلنا ما كاين مشكل، الدريه تمشي تستر ودير وليدك ما كاين حتى شي مشكل. وملي ولينا اختي في هذه الحاله ولينا في الذبيح والقتل والتهدد، واش من الحاله هذه؟ اش من حياه؟ باقي كيهددنا لدابا. دابا هو راه ما مشدوش. الطلاق ديالي بهذا السيده بلا تطلق منه ما تبقاش عنده، هذا هو الحل الوحيد اللي غنقول لكم. ما عندها ما دير به، دوك الوليدات كي غادي يكبروا وملي غيشوفوا باهم كيدير هذيك الحاله هكاك غادي يوليو هما وفين يعودوا. انا بغيت بنتي تطلق منه ما تبقاش ما بيني ما بينه. الله يسهل عليك.